مين اللي معجنه حواجبها ابو القاس؟ لا انا قصدي يعني ما شاء الله زينه طبيعيه وارتفيشال. طبعا زينه. شوف مين اللي بيتكلم، انت اللي بتتكلم على الحواجب يا ابو بلاستر. بس انت راجل صرمه. كل اللي يشوفني نعمل لها حواجبها نعمل لها حواجبها. هو انا دخلت الدوار ولا دخلت كوافير عادل المصري؟ في ايه؟ خلينا في المهم يا حبيبي. سبع ولا ضبع؟ كلب بلدي. يعني ايه؟ يعني الورق ما فيش فيه ورق عرفي، وبعدين ممسوح، الكلام ممسوح. لا هاتوا هاتوا نقرا. لا ما يعني يعني قصدي ما فيش فيه حاجه عرفي. بص ليه مشان هجرة التعويذه؟ كوسو. انا قصدي يعني قصدي ان الورق يعني الكتابه الممسوحه كيف الرسيب بتاع فوري. انا بقرا الممسوح والمكتوب. ايه انت بتلحق قوي. ايه فليتضخم الوحش. ما تقول فليتضخم الوحش. ايتها الروح الاسفنديه ذات البشره الدهنيه ضوافرك مطليه بحلاوه طحينيه. دي حلاوه امك، ابعتها له معانا يا رب. بعدها اما تبرد. لا السجاده يا جحش جايبينها من دمياط. بقى انتوا بقى تاني بتخموني وتخدعوني تاني. لا هو انا قلت له هجرس ما ينفعش الكلام ده، ما يصحش. قلت له هجرس عيب، ايه اللي بتعمله ده؟ دي العفريته في مقام امك. قال لي يعني ايه عفريته؟ عادي انا افرمها اصلا. انا كبير وافرمها كيف؟ تضرب واحد اعصار على سرعه اربعه مع شويه برغل. بقى انت هتفرمني؟ طب خد دي. هوبا هجرس ما تخافش ما تخافش، انا حقولها تنزلك. لا ما تنزلنيش يا كبير، دي ب 400 درهم في دبي. ياه السكاي دايفنج. صورني صورني يا كبير. صورك بايه يا مخبل؟ صورني يا كبير. I believe I can fly. I believe I can touch the world. ياد ما تطش الدوار من تحت ياد. ابوي انا نيكست. استحمى يا ولد. ليه؟ هو قال لي ليه؟ انتوا عمالين تلعبوا على اساس ان انا جايبه لكم لعبه يعني تلعبوا لي بيها؟ طيب ماشي. ديري بيك. اي السور جابه من دمياط. ايه ده؟ ديربكش. هات الورق. انجوي. بقول لك فكريني وخلص الموضوع ده على خير ان شاء الله. خلوا ست العفريت تعمل لنا واحده هوبا تنقل العفش الجديد فوق، لان الونش بقى غالي. قوم ياد. اهدي. قوم. قوم اسمع. اهدي لسه طاير وواجع. اتهزر ياد. ليه؟ انا مش هتصدم. خمس عقود؟ خمس عقود عرف يا بيج كاتب بيهم على بيكي؟ وانا عقدين؟ لا وايه؟ متجوزه يوم السبت وانا التلات عادي كده؟ بيتجوز عليا بيكي؟ ايه ده؟ دي اخرتها؟ انا كنت متاكده كنت متاكده انه بيخوني، بس دلوقتي شكيت. طيب خلاص يبقى هو راجل يعني ما طفص، هو راجل طفص. طب بعدين يعني خمس عقود ليه؟ ليه خمس عقود؟ ده لو قصد يغيظك ما يعملهاش. صح. خلاص خلاص المسامح كريم. انا ممكن اسامح في اي حاجه الا انه يتجوز عليا وبالاخص بيكي. ليه؟ ليه؟ قصرت معاه في ايه؟ ماشي فاكر انك فلتت انت وهي بعملكوا على مين؟ انا دلوقتي مفيش قدامي غير حل واحد. ايه هو؟ اهدي قلناها سوا. اهدي دي كمان قلناها سوا. ما خلاص عاد. اهدي قلناها سوا. اهدي دي كمان قلناها سوا. ما خلاص عاد. ما قلتيش معاها ليه؟ ماما نجوى ماما نجوى انا ما قلتش معاها. معلش خليكي تطلعي معايا الحلقه الجايه. سيبيني بقى في البلوه اللي انا فيها. مش انت قلت ان انت عندك حل؟ ايوه صح برافو عليكي، انت شطوره ومركزه. هو الحل اللي عندي ان انا اتجوز واحد من الانس اللي موجودين هنا عشان اخد العقد بتاع الجواز واحطه في عين اهلي عشان يتخرسوا ويسكتوا، وافضلك افضلك يا حلوه افضلك يا بيك. حطي يدك على خشمك. بس تعرفي صدفه زينه، عايزه الانسي. اها ايه؟ عفريته جت لك في الصباطه يا. لا طبعا انت هتلبسها. لا لا البس عفريته ليه؟ ميكانيكي؟ ما الميكانيكي بيلبس عفريته اللي هي
زرقاء عفريتة السلوبيت. لا 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 ده تقل دم مش طبيعي. انت كمان هتشرحه لنا؟ يعني انا ممكن استحمل ان الاف وحش لكن كمان تشرحه لي؟ خلاص عينها كانت بتلمع وكانت هتشتري الشروه، ما كنت قلت الاف في الصباحيه؟ لا مكانه دلوقتي مش مكان من الحمار اللي قال. انا مع وسه اتجوز بالطريقه دي، انا عاوز اعمل بربوزو. بربوزو؟ ايوه. هتعمله بالجبنه دي ولا ايه؟ لا عايز اعمل بربوزو في الجونه، ودي هتقول لك فراش شيطان. ما هي جنيه لازم تعملي فراش شيطان، مش هينفع في الجونه عشان هي جنيه والشيطان عائد على الافيه عائد على الشيطان. ايه الصعب في الافيه؟ انا عايز افهم. انت الصعب، انت الصعب. عينيها كانت بتلمع، كانت خلاص بتشتري الشروه، جمع كل افاتك ورميها في وشها في الصباحين وخلصنا. بس هو مكانه هنا. مين قال لك الكلام؟ الافيه ليس له زمان ولا مكان، ليه علاقه بالاحساس، يعني بالاحساس. خدي ده كوميديا موقف، انما ده كوميديا لفظيه ما بتعيشش. ده فيلم ذا ماسك وفي اوبشنات كثيره، يقدر يبرم كيف الاعصار، يروق لك الشقه، ولو حطيتيه على سرعه 3 يعمل لك موز بلبن. وغيرك ده الاستيكي مطاطي كيف السلايم، تقدر تشكليه كيف ما انت عايزه، ما عندوش شخصيه. وايه السلايم يا كبير؟ انا عامل فيروس كورونا. انت بس اللي شايفك ده يا غبي، قلنا ان فيروس كورونا بكره في صباحين بيخلصوا. كنت التانيين. لا كفيد ما يعملش كده، بعد ما تدوز العيد لابنك. ايوه صح. ايه ده؟ ايوه صح، اذا جيت طوفان حط ولد. انا موافق. دقيقه. يا واد اعجل يا واد لما يتقفل عليكم باب واحد. ما انت مش غرب. مش غرب ايه يا فطير؟ هتاكلها وتفرفت. انت كيف؟ كيف توزني على ولدي؟ وفيها ايه يا كبير؟ المثل بيقول اخطب لابنك ولا تخطبش الهدرس. ايه المثل؟ اول مره اسمع المثل ده. كيف؟ ده مثل صعيدي مشهور. عشان ان انا بورسعيدي؟ ايه كبير ده ترند دلوقتي؟ ياد ما قلنا لا ياد، ياد بالعافيه ولا ايه؟ خلاص خلاص كده. انا رايي مدام لودي. لودي ايه؟ لودي ايه يا سلايم انت؟ اسمي لوشي. معلش يا لولو، اصلها في حرف الجي، يعني ده الانجليزي عنده اي بي سي دي اي اف دي اتش اي دي. قول جيزك ده؟ ديزا. ايه ياد في ايه؟ انا قصدي يعني يا ست الكل ان انت دوهره وتستاهلي حد يكون احسن مننا كلنا. صح 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 يا عيال. وطبعا هنا مفيش حد احسن من الكبير ولا ايه يا رجاله؟ هو طبعا ده البطل. يا مري في ايه؟ في انتوا هتشحتوا عليا؟ اهدوا كده على نفسكم، مين اصلا قال لكم ان انا مستنيه حد منكم هو اللي يجي ينقي لي عريس؟ انا الراجل اللي اتجوزه لازم انقيه بنفسي على الفرازه. وهتختاريه بناء على ايه؟ هتعملي فتره خطوبه؟ وهل في فتره الخطوبه هيبقى في تجاوزات بحيث ان امك تروح تعمل شاي واحنا نعمل الكيكه؟ لا برضه دمك تقيل قوي. شايف؟ هو الإفيه اللفظي بيضحك شويه وبيتنسي في ثانيه. بس ده موقف وده كمان لفظي.